عام وانت ساكن هنا اخويا. اخويا اكثر من 30 سنه وحنا ساكنين في 30 عام وانت ساكن في البلاصه. انا ساكن في سيدي عباد، انا مسمى عكروت الشيخاوي دوار سيدي عباد بني خلف بالمحمديه. كنسكن اكثر من 30 سنه من 1994. من 1994 اه ها فوتوكوبي ديال لاكارت هما كاينين شوايد السكنه كاين كل شيء. قول دخلتي للحبس خرجتي لقيتي استفاده مشات. دخلت للحبس خرجت لقيت استفادتي تباعت. باعتها العصابه. كنطلب من الحموشي يدخل ويجمعهم الله يرحم ليه الوالدين. الا تدخل في هذا الشيء غيجمعوها العصابه كبيره وبيع بزاف ديال الاستفادات منهم قياد باعوها ومشاو. مشاهدي قناة الشعب قناة شفت فيه مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من سيدي عباد نواحي المحمدية. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذا السيد هذا اللي قدر الله انه دخل السجن ملي خرج لقى ان الاستفادة ديالو شباعت وها هما الان غيريبوا ليه البراكة ديالو وهذا السيد مسكين هو الام ديالو ولاو عرضة للشارع لا حليل لا رحيم. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام. عاودلي من الاول كيفاش وقع لك اخويا تاخر ملي خرجتي من الحبس لقيت الفضيحة هذه. انا كنت ساكن في هذه البراكة تحصيت شحال من مره وانا كانت تحصى عده احصاءات من التسعينات 2005 2011 كنت داخل السجن. من دخلت السجن خرجت كنتفاجئ بان استفادتي تباعت. كيقول يسير مع خوك خويا هو ولاده والقايد حسن قبل ما يمشي. ماذا عندك الاسماء سميت بما تجبدهم المهم القايد المهم نقول لي كاين خاص الحمو. لا ماذا عندك الاسماء سميت بما كنطلب من صاحب الجلاله يدخل وكنطلب من السيد الحموشي يجمع العصابه اللي كتبيع في الاستفادات. انا دابا دخلت السجن خرجت على ورقه ديال الحبس ثلاث سنين وانا في السجن كنخرج كنتفاجئ انا استفادتي تباعت. سير مع اخوك هما كتمشي للعماله كيقول لك عندكم جوج استفادات. اخي ديالك استفاد ولا لا؟ ها هو باقي غادي يريبوا لينا. قال غادي يريبوا لينا دابا ها القروه خدامه وقالنا تمشوا في النص حنا ما عندناش حنا ما فحالناش. انتوما اربعه في النص. اربعه في النص جوج عائلات ما فحالناش وما عندناش غنعطيوها للشريك يعطينا ديك البارت كحله غنقسموها كيفاش غنديروا بيت وكوزينه ولا بيت الواحد ولا طواليط ما عرفتش حنا كيفاش. استفادتي خارجه قانونيا الا ما صابش استفادتي خارجه انا نتحرق. انا نتحكم 30 عام ديال الحبس كنطلب من صاحب الجلاله يعاقبني يعطيني 30 عام ديال السجن مؤبد الا ما صابش استفادتي خارجه هي محطوطه في العماله كيشاوروا على باش يبيعوها. يعني دابا انت مستافد دابا والاستفاده ديالك ما كايناش. كاسيد حاطينها في العماله باغيين يبيعوها. جا عندي مقدم قديم اول مقدم كان هنا بلا لا داعي عندك الاسم لا داعي لذكر اسمه الله يرحم الوالدين. قال لي السيفر ديالكم محطوطين بجوج وراه مسير كيداولوا عليهم. قلت له شكون؟ قال لي العصابه ديال القائد والباشا وحده كيقولوا لها لا داعي عندك الاسماء اسماء بلاش. المهم هذا الشيء كامل سبابه واحد الانسانه مخلوقه جات من نواحي ديال العروبيه خدمات فيها هنايا في المحمديه سميتها وفاء. لا داعي هي المكلفه هي المكلفه كتبيع وتشري. في مشكل ديال التشهيره اخي ما تجبد السميات اخويا لا داعي عندك الاسماء كمل لي يا اخي. المهم كنطلب من الحموشي يدخل ويشوف السيفيه ديالي انا وامي ها هي مراه عجوز. ناخذ الكلمه ديال امي مسكينه. لا لا ما تهضر مسكينه مريضه. كنطلب من الملك كنطلب من الملك يدخل كنطلب من صاحب الجلاله يدخل الله يرحم ليه الوالدين. شوفي كتعيش اخويا زعما كنعيشوا في هذه البراكه سنين طويله من 1990 30 عام وانتم عايشين في هذه البراكه هذه. ها فوتوكوبي لاكارطات ها شوايد السكنه كل شيء عندنا. دابا علاش غنريبوا عليكم فين غادي تمشيو انتم اخويا؟ ما عندنا فين نمشيو. رحم الله كنطلب من الحموشي يجمع هذه العصابه ويدخل في هذا الشيء. ملي دش الملك المشروع من 2013 جات الاستفاده ديالي وشديتها في هذه الزنقه ومن يمشي نجمع في الاوراق يجمع اوراق عدد الملكيه حكا جمع عدد الملكيه جمع شارع السكنه جي عندنا جمعت لهم الاوراق كنعطيهم الاوراق ديالي ديال بشارع السكنه بالاستفاده. كاين واحد المقدم سميتو حميد الزيوي ما عرفتش قال القيد قال القيد اراها وبيعوها. بقيت كنمشيو نجي الناس تمت 2013 وحنا بقينا ليومنا هذا. كنطلب من صاحب الجلاله يدخل الله يرحم ليه الوالدين السي الحموشي معاونين عليك وعلى الله وصاحب الجلاله دخل الله يرحم ليك الوالدين وجمع هذه العصابه. العصابه هي خصها تدخل السجن ماشي حنا الناس دراوش. ها هما دابا جينا جايين يريبوا لنا هما غيريبوا لنا بالقوه صح وحنا باقيين ساكنين. اللي ما بداو كيريبوا دابا كيريبوا ها التريب خدام حنا ساكنين بما عنب كل شيء ما خرجنا حتى شي حاجه. واخا خويا العزيز نسولك جملة بصراحه مرحبا علاش غيريبوا لك دابا فين غتمشي؟ ما عندي فين نمشي ندخل السجن يردوني الحبس. وهاد الميمه مسكينه واش قاد على الزنقه؟ اه كير الله كير الله سبحانه. رساله اللي بغيت توجهها للناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوك دابا شنو بغيت نقول لهم؟ من الناس المسؤولين كنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا في 2011 انا فين كنت. انا كنت داخل السجن هاي ثلاث سنين هاي ثلاث سنين وانت مسجون في الحبس من 2010 حتى 2013 خرجت. ها هي كيشوفوا فيها هي مجبده استغلوا هما هذه الفرصه هذه باش ياخذوا لي الاستفاده ديالي ويبيعوها. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. باعوا لك استفادتك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. باقي كيداولوا عليها باقي مازال كيداولوا عليها. هما كيداولوا عليها لاباس كيقول تباعش كيقول هما كيداولوا عليها. حاول تجي تواصل مع القائد هذه المنطقه هذه ولا شي مقدم ولا شي واحد كتمشي عاد القائد كتمشي عند الباشا كيقول لك انا جيت جديد
انا جيت جديد، انا جديد، داكشي راه الفلوس ضربوها. انا غادي خارج من عند ولكن الفلوس ضربوها. ولكن الفلوس ضربوها، تقول لي السيف هذا باقي ما سمعتش، كيفاش ضربوا الفلوس؟ ما فهمتش. باعوا كاع السيف هذا ديال عباد الله، الا داروا نطلب من الحموشي دار البحث، غنجمع عصابه بعت بزاف ديال السيفادات، ماشي غير انا، غير انا، كاين بزاف ديال الناس داو لهم ديالهم ومشاو. لا حول لهم ولا قوه. انتم شنو ديالكم كما قلت لي انكم انتم يعني غتعانوا دابا ولتوا عرضه للشارع، عرضه للتشرد، هما دابا كيريفوا يعني يقدروا دابا يجيو ريفوا ليكم، فين خاصهم شي خويا؟ ما عادي غنمشي للحبس. فين غنمشي؟ المهم انت وخوتك شي هما فين؟ ما لينا وليهم الله. غادي نمشي للسجن، ما عادي فين نمشي؟ انا بالك هنا تيجيو يقتلوني ولا نقتلو، ماشي فين غادي نديرو. ها هما كيريفوا، هما جايين. خلعونا بجدارميه وبالمخازنيه. خازنيه وجدارميه جايين مقودينهم بلا محكمه، مع رغم ان حنا حاكم المحكمة لصالحنا. وشو على مونكور في هاد البلاد في هاد الدولة كيداير؟ المحكمة حاكمة لصالحنا، ودابا العقار دعانا وربحناهم، كانوا دعاو الدولة، الدولة العقار ربح الدولة، الدولة اش دار تريبينا بلا وقت ديال المحكمة. كنطلبوا من الحموشي الدخل، الله يرحم بها الوالدين، جمعات العصابة في المحمدية. المحمدية محمد جمعات في العصابة في المحكمة ديال أيام لوسكي. جمعات المحكمة كنطلب من الحموشي يدخل، غادي يجمع عصابه كبيره من المحكمه ومن العماله ومن القياده ديال بني يخلف. كنطلب من صاحب الجلاله يدخل هو الحموشي وجمعوا العصابه الله يرحم ليهم الوالدين. راه كنطالب من هذا المنبر كنقول صاحب الجلاله بان هذاك المشروع اللي دش الشنشيف 2013 دور الصفيح سيدي عباد راه فيه التخلويض وباعوا وشراوا الاستفادات. انا دابا حاليا كنتلاقى مع مواطنين ساكنين في المشروع، السلام عليكم ساكن في المشروع، كيقول لي كيقول لي فين كنتي ساكن شنو دوار؟ كيقول لنا جينا من كازا. كيفاش درتو؟ شنو الاستفاده مع القيد؟ مباشره الناس كيقولوا فيها المشروع. متاكد من هذه الهضره؟ متاكد من هذه الهضره، متاكد. لما تصابوش الناس ساكنين في المشروع حاليا وشاري استفادات، انا رصيد تقطع، انا نمشي انا نتحكم بالمؤبد، انا نتحرك بالنار. غادي السيفادات في المشروع. يضربوا الاورديناتور ديال البوليس، غادي يشوفوا كل شيء، هذوك الناس فين ساكنين وفين يستافدوا. كنطلب من المسؤولين يضربوا الاورديناتور على كروت الشيخاوي، يلقاو سميتهم جبده في العماله في الداخليه، طالع سميتي في السيستم، طالع سميتهم في السيستم. خويا طالع سميت ولادو، علاش غيخفينا في النص والسيفاده باعوها؟ ان لله وانا اليه راجعون. يعني 30 عام كتقول لي وانت ساكن هنا بين ليله ونهار غيجيو غيريبوا. ها لا كارطات. ها شاو السكنة كلشي كاين من 1994 وحنا ساكنين. كنشوفو انهم ريبو كلشي، يعني هادو كاملين ريبو ليهم. واش هادشي اللي ريبو ليهم هادو استافدو شام ولا لا؟ هادو استافدو بالفلوس، هادو استافدو. ها هما شوف شوف ثلاثة السيفات شتيهم؟ هذا عندك راه بلا ما نبينو اسماء. ما عرفتش عارف راه كاينين ثلاثة السيفات في المحل، باب واحد تخرج منه ثلاثة السيفات، عطاهم السيفات ديالهم، تلحقوا المشروع. قلعوا لهم وحده، واحد راه مات، قلعوا لي السيفات راه هو مات، راه العيسى وين نور الدين. الله يرحمه ويسكن. الله يرحمه، انا لله وانا اليه راجعون. هذا عندك الاسماء، كمل لي يا اخي. نعم كمل لي يا خويا. اش غادير دابا؟ ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نمشي. كنطلب من صاحب الجلاله يدخل، الله يرحم ليه الوالدين. عاش الملك. واش هاد الناس هادو؟ عاش الملك. واش هاد الناس هادو ما كيخافوش الله خويا؟ عاش الملك، كاين السيبه في البلاد. لا عاش الملك. القضاء لنا كامل الثقه في القضاء. عاش الملك. عاش الملك. الحق ديالك. عاش الملك. كيتعاقب الفقراء والمساكين. راه العصابات القايده ما يتشد في الحبس، والباشا كيبيعوا في استفادات. راه وافا راه بعت 366 استفاده، راه كاينه في الشكايه. درت شكايه للوكيل العام، راه خزنوها غبروها النواب. درت شي ملي كنمشي عندهم دعيت القايد الاستفاده مشات، قال لي عميل العميل ما كيتشافش. فهمتي؟ كاينه عصابه كتعرض لك في العماله، شكون انت؟ اش بغيتي؟ الو الو صافي نعاود القايد صافي سير صافي سير. الرؤوس الكبار دابا مسيرين القايد والباشا مسيرين الناس عصابه مع العماله كيبيعوا السيفادات. كنطلب من الحموشي يدخل، الله يرحم ليه الوالدين، من نهار المربع. كنطلب كيفاش؟ دابا كنطلب من الحموشي يدخل. غنسولك اخويا الحموشي علاش مع العصابه؟ دابا انت اخويا دابا انت قلتي لي انك كنت معتقل. معتقل اه. وشكون اللي قيدك في السيفاده؟ انا محسي قبل ما تعتقل كنت تحصى، كنت تحصى من التسعينات، كنت تحصى اخر احصاء دات 2005 تحصيت فيه، 2011 تحصى داخل السجن، 2016 تحصيت ثاني حصى قايد حسان جا حتى لهنا وقال لي استفادتك مع امك ها هي وخوك راه هو ولادو يلاه يعاون. انا غالي بحال غنتحول من هنا. القايد حسان ضربها بالسيلو ومشى، جات العصابه بدات كتبيري في داكشي وكتبيع وكتقراطي. سميات وهذا خذ راحتك غير سميات ما تجبدهمش. المهم كنطلب القايد كنطلبهم يسولوا القايد حسان غيقول لهم هذوك الناس عندهم جوج استفادات واخر دليل هما ضربوا بالسيلو السيستم في العماله. سميتي طالعه في العماله، طالعه سميت الوالده، طالعه سميت خويا ولادو وسيروا سولوا المقدم بوعزه.
ما تاكدتوش مقدم بوعزة اول مقدم كان في سيدي عباس سميتو بوعزة راه هو موجود عاود مقدم بوعزة يقول لك مالك السيد كاين هو سمك الله اخويا انا عكروت شي خاوي حسيتش ما تحقرش يا خويا حقرك شي راه كاينه في هذه البلاد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا سالتك اخيرا توجه الناس المسؤولين اللي كانوا كيشوفوك دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين الا كانت هذيك السيده اللي كتقول عندك الاسماء هذيك السيده كتقول ما كانش في 2011 انا كنت معتقل انا كنت معتقل داخل السجن في عكاشة من 2010 ل 2013 ها هي ها هي لا باينه 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 ها هي شوفوا الناس باينه راه كتبان راهي 2013 12 10 2013 على قبل على قبل دخول السجن استغلوا الوضعيه وبغاو يدوا الاستفاده ولا داوها وباعوها كما كيقولوا الناس وقالوا ياسين مع خوك ولادو انا امي شوف انا معي الوالد الاستفاده ديالك انت شحال داوها العصابه انا ما نصحبش عليك دلعوها ليا شو مش الرقم ما رقمينش هذا الرقم ديالنا ها هو ها هو الرقم ديالنا 31 31 الرقم ديالنا 30 30 يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام كنتمناو انكم يعني تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش يتعاونوا مع هاد الناس هادو انهم ياخذوا الحق مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي بلا القدر على املاقكم بث مباشر اخر شكرا وعلى